قبل تصوير الحلقه ايمي قررت تطلع لايف هي وهدى. بونجور نطلع طالعين لايف. انا هو طلع لايف دلوقتي اصلا بس استني مستنيه الناس تيجي. بونجور اي حد خطيب معانا؟ يا عم لطيف خطيب معانا بدي اجيب شغله من السياره. طب اوكي على بال ما الناس تيجي بيبو جاي معانا حضرتك؟ لا ما تجيش معانا. انا اشوف شغل انا اشوف أوكي. شغل اول مره اطلع لايف اول مره اطلع لايف نفسها. ده لايف مش مرايه يا هدى ده لايف مش مرايه انا حاسه انت قاعده بتظبطي نظراتك في المرايه ده لايف يعني في ناس معانا. خطيب كالعاده حب يهدي النفوس فراح لنوليا وعمل الواجب. محدش حبط عليا ولا قال لي حاجه وقعده مقطوعه جوه. هما نادوا عليكي؟ ما نادوش حط عليكي؟ محدش قال حاجه. هما قاعدين بره في العربيه. عربيه يعني كانوا ممكن يقعدوا هنا جنبك اصلا بس طلعوا بره في العربيه. حد الصوت لزق في ظهري. يا جماعه هو مش في تصوير؟ يا ربي يا الله والله انا نفسي اقعد في العربيه واقعد معاكم عن جد كتير انبسطت. يا مدام يا مدام انت وهي ايه روح قلب السنين قاعده ملطوعه جوه في الاوضه بقالي ساعه وشويه وانتوا قاعدين بتهرجوا. والله العظيم يا جماعه احنا جايين انا قاعده سقعانه ومتلجه ولا حد فكر ان يخبط عليا ولا حد يرضيكوا يا جماعه كده. على فكره هي كده اليوم هي وهي تعبانه ما تنفعش مره في حياتك اقسم بالله هيتفدر حقك. يعني انتوا نجمات يعني واحنا الكومبارسات بقى قاعدين مستنيينكم. يا باشا انت نجمه النجوم كومبارسات ايه بس والله تثبيت اقسم بالله اللي بيحصل ده تثبيت والله العظيم. شو بيرضيك مثلا نعمل ايه ايه مش فاهمة تقعد بقى تعمل لي فيها 10 دقايق حرام 10 دقايق 10 دقايق وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نفسنا. احب ارحب الاول بالضيوف اللي معانا النهارده منورينا وارحب بحبيباتي زميلاتي المنفسناتي وندخل بقى. اتفضلي. هو بس انا عايز اسالكم سؤال قبل ما ادخل في المواضيع. هو انتوا عشان ربنا مديلكم الصحه والطول ده بتجروا ليه في الدخلة كده؟ يعني ما هو الطوال معروف ان خطوتهم برجل خطوتهم كبيرة خطوتهم كبيرة ببقى بجري وراكم زي الهبلة. الناس تقول ايه؟ ما يدخلوني انا الاول يا هم يعني معلش نحب بعض نحب بعض يا بنات. الكاشير لما نيجي نروح اي سوبر ماركت لما نيجي نعمل شوبينج بتاع الاكل من اي هايبر ماركت احنا مرات بنقف بيبقى عندك مثلا حاجتين ثلاثة وقدامك طابور بسم الله ما شاء الله في مثلا 60 بني ادم وكل واحد معاه 2 ترولي صح. اقل وقت هتاخده طبعا المنظر لوحده يخليك تفكر في 3 ساعات ويتنج. انا بقعد ابص على الاقل فيهم لما تيجي كده تستني دورك الا لو اقل من 10 قطع بتروحي كيو تاني. في بقى شاب مصري اسمه احمد بشري اخترع عربيه في منتهى الروعه وبالنسبه لي انا ذكاء. العربيه دي بقى عباره عن ايه؟ دي كل ما تحطي فيها ايتم او حاجه تحسب سعرها. اوكي فبعد ما تحطي كل حاجه جوه الترولي دي بقى عندك التوتال بتاع اللي هتدفعيه كام. تعطيك الفاتوره. مش بس كده انت ممكن كمان تدفعي فيها بالكريدت كارد. لا يا شيخ ممكن ادفع في العربيه تاخدي حاجتك وتاخدي وترجعي الترولي وتمشي. ولازم ادفع؟ لا يعني ادفع في العربيه ولا ازاي؟ مش عربيتي فاشا. بصي الصوره ما شاء الله عليك والله شباب تفرح اهي دي العيال اللي تفرح. بصي اهي جهاز بيحسب لك كل حاجه بتحطيها وبعد كده تدفعي بكريدت كارد وتمشي. زار يعني كان بيتعذب مع مامته في الموضوع ده كان بيقف في الطابور رجليه خدت لي خطر على بالي فكرر. انا عاجبني الاختراع ده قوي فظيع دماغي. شوف يا عمل لنا حاجه مفيده وبتوفر علينا مجهود عيال تفرح وشباب تفرح. دي حاجه كويسه. لا بجد هو فخر لكل المصريين بجد يعني فيها ذكاء وبتوفر علينا وقت وما تقعديش بقى في الطابور حضرتك. لا احنا مسؤولين فيها مسؤولين فيها في حياتنا اليوميه. بالظبط الحكايه اللي هحكيها لكم ببساطه هي عن رجل الماني
جيب 99 تليفون شغل عليهم بقى جوجل مابس وجربهم في عربية كده يدوية صغيرة. اللي حصل بقى انه جوجل فهم انه الشارع ده مثلا فيه ترافيك عشان فيه 99 واحد متجمعين في مكان واحد، وطبعا لون الشارع ده في الخريطة كان باللون الأحمر، فالناس بطلت تمشي في الشارع وبقوا يشوفوا طرق تانية وعملوا زحمة ملهاش أي لازمة. يعني هو فتح جاب كل التليفونات وفتح جوجل مابس عليهم كلهم في نفس الوقت، فبان انه لا ما فهمتش. خلينا نشوف الصورة. ما فهمتش الحاجات دي. مش لازم تفهمي انت. بس جاب عربية، جاب 99 تليفون ماشي، فتح ابلكيشن جوجل طيب في 99 في نفس الوقت طيب. فلما 99 اتفتحوا في نفس الوقت جوجل عارف بالخريطة ان المكان ده فيه الزحمة، فيه زحمة دي ماشي. فلما حد تاني في مكان تاني عايز يعدي من الطريق ده بيبص على جوجل لقاه احمر زحمة جدا، فما خدش الطريق ده واخد طريق تاني عشان يعدي من الزحمة، وهو ما كانش في حد غيره. يعني قربت شوية. يعني هو الراجل ده ناصح وعمل كده عشان يخلي جوجل يفهم، عشان يبين ان التكنولوجي مهما كانت متقدمة فاحنا ممكن برضو نبقى أذكى منها. مش أذكى قوي يعني. بيتكلم عن ناس معينة. هو أكيد ما بيتكلمش في الفئة اللي انت جاية منها أصلا. مالها بس تقولي الفئة اللي جاية منها. أكيد طبعا زعلت. تقصد إيه بكلمة فئة دي؟ يعني إيه الفئة اللي أنا جاية منها؟ أني فئة؟ أنا بس عشان باخد المواضيع بهزار وتهريج فما بانش علي. بس أنا يعني عايز أسأل، يعني إيه الفئة اللي هي إيه يعني؟ أنا لا أقصد فئة معينة من المجتمع المصري، أنا أقصد فئة فهم نوليا مع التكنولوجي، لأن نوليا أبعد ما يكون عن التكنولوجي ومش عارفة تستوعب التكنولوجي أصلاً، هي ملهاش فيه. هو في ناس كده يرضيكوا كده؟ يعني فئة رؤى؟ وده ينفع كده؟ أكيد ما بيكلمش رؤى. وده يرضيكوا كده؟ أنت ما بتفهمش في التكنولوجيا، خليكي في حاجة تانية بقى. أقول إن عندك إيه؟ أنا هفهمك دلوقتي. هفهمك يا بتاعت التكنولوجيا أنت، صبر بس. قوليلي. أنا عارفة أصلاً إنه نوليا ملهاش في التكنولوجيا، ودي حاجة مش غلط. أنا كمان ما بفهمش كتير. فبقول لها خليكي أنت يعني في الحتة دي مش بتاعك، يعني مش ضروري تسألي أسئلة كتيرة، ومش مهم لو ما فهمتيش يعني عادي. خلاص نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. كل ست وكل بنت أكيد بتدور على إنسان يحتويها ويحتوي مشاعرها الحساسة ويحسسها بحبه، وإنه هو دايما شايفها كل حاجة في الدنيا. غالبا الراجل ده بيتصرف بطريقة دي، إحنا بنقول عليه الشاب الرومانسي والعاطفي. بس السؤال هنا هو ليه الرجل العاطفي بقى عملة نادرة قوي في الزمن ده؟ يعني ما بقيناش بنلاقيه ونقعد ندور عليه بالملقات كأننا بندور على إبرة في كوم إش. علشان كده النهاردة بقى هنتكلم إحنا جيرز على الرجل العاطفي. لسه فيه هو عاطفي عند الرجالة ولا إيه؟ بصي، هو أكيد فيه، بس طبعا ده قليل جدا. بس أعتقد إن بسبب أسباب كتيرة قوي بقت موجودة في الرجالة الحالية، طريقة تفكيرها نفسها تغير. يعني مثلا في رجالة بتعتبر التعبير عن مشاعرها ده ضعف، بتعتبر ان هو المفروض يبقى على طول ناشف وجامد كده، وانه لو عبر هيبقى ولد توتو او ولد طري، يتقل نفسه يعني احسن، تقل صنعة والجو ده. بس عشان كده معظم الرجالة تتعامل بعنف. لا بصوا، انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده. هو الاتنين موجودين، انت قلتي كده برضو، في الراجل العاطفي موجود بس ده نادر، والراجل اللي مش عاطفي ده زي ما إيمي قالت، ده بيبقى حاسس اولا تربيته بتبقى غلط، مامته بتبقى مفهماه، او يمكن بيشوف مامته كانت بتتعامل برضو بطريقه من بابا غلط، فبيتخيل انه لما هيتجوز او لما يرتبط انه هتبقى حاجه منه، هتقلل منه، هتقلل من رجولته، انه يحتوي الست ويطبطب عليها. وفي الراجل بقى الجميل العاطفي اللي بجد دارس سايكولوجية الست كلها، وفاهم كويس جدا ازاي يحتويها وازاي يطبطب عليها وامتى يقول لها كلمه حلوه. ده متصالح جدا مع نفسه، ده متربي صح، بيئه سويه جدا، ما عندوش مشاكل. بص انا عايزه اقول لكم حاجه، اولا انا ما بحبش الراجل الرومانسي، ايه رايكم بقى؟ ناشف مفاجاه مش كده بجد؟ لا والله. لا ما هو الحبيب قوي ده برضو بيبقى رخم. لا مش يعني مش عايزه حبيبي حياتي ازيك اخبارك افتح لك الباب يا لطيف ايه انت وقعتي
هدي كده ايه عايزه تشربي حاجه؟ لا لا ده كده اوفر. لا 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 ودي مش رومانسيه دي سحلاله. بعدين انا مع الرجاله، الرجاله عندهم حق في حته معينه، مثلا الراجل بيشتغل ساعات كتيره قوي فالرومانسيه بتروح بسبب الضغوط النفسيه اللي بيعيشها، الوقت ما بيبقاش كافي عشان هو اصلا يقعد يعبر على مشاعره، تبقى هي مثلا قاعده بالبيت مرتاحه ريلاكس. لا هي مش مرتاحه على فكره، لحظه وان منت هي وراها اولاد وراها سهر ورضاعه وطبيخ. لا لا معلش، لا لا اولا الراجل ده احنا لا هي. اولا الراجل بياخد مسؤوليه كبيره قوي على عاتقه، يعني هو مسؤوليه البيت والولاد. الست لو ما اشتغلتش نيفر مايند، هي قاعده في البيت بتربي الولاد. انا بقول لك الكونسبت بتاع الراجل بيبقى عامل ازاي، هو المسؤول مش هو راجل البيت، مش لازم يدخل مثلا هو اللي لازم يدفع الايجار والبيت ومش عارفه والاكل والشرب والولاد والمدارس والسفر، ولو انت عايزه تشتري حاجه وما يحبش يحس انه هو عنده نقص، مش عايز مثلا يقول لك لا او ما معيش، دي مسؤوليه كبيره عليه. لانه في ستات كتيره قوي بتطلب كلام كلام كلام، لا مش بالكلام. شكلك يا بنت يا هدى بتحبي تتشكمي. لا لا انا شخصيه والله العظيم بتحبي الشخصيه. لا لا انا بحب شخصيه بتقيل وما بحبش جرجر جرجر جر ويتكلم لي كتير ويقعد يقول لي مش عايزه، عايزه فعل نيفر مايند انا موافقه. بس ما ننكرش ما ننكرش ان انت عندك حاجه، عندك ريبورت. عندي ميعاد مع خطيب ولا ازاي؟ ادي ميعاد مع الخطيب، تعالي شوف بيبو. طب نخش في الميعاد ونرجع. قبل ما تقول شوف السؤال الاول. شوفي السؤال؟ طب اكتبولها يا جماعه السؤال تشوفوا النبي. خلاص على جدودو. جوزي جوزي. احط لك حجره كده وراك اتقلك مثلا. خلي بالك الكاوتش ده انا حاطه عشان الناس تقع. ليه الرجاله يختم قش رومانسيه زي زمان؟ العنف. عنف الستات. العنف. في رومانسيين بس مش كتير زي زمان، ممكن بقى مشغولين بقى شويه او حاجه. يعني انت متخيله ان هي انشغالات؟ معرفش ما ارتبطتش قبل كده. لا اله الا الله. كل واحد وطبعه. النهايه بتاعتكم بقى مزنوق. الله الله الله. محدش بقى مركز في الحوار اكتر. اوصفي لي الرومانسي قوي. نحنوح يعني. نحنوح يعني. بشوفه راجل محترم وجميل كده، فاتح الزرار كده ومطول شعره. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الف 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 مبروك. يبقى في كل حاجه متزنه يعني. طب على كده بقى الراجل الرومانسي ده راجل فرفور وميع؟ مش اي واحده صاحبته يبقى رومانسي معاها. انا بس. بس ما بيكونش جامد كده اللي هو ميع. انا رومانسيه وفرفوره. لا بص، هو في ناس بقى فاهم ان هم ملزقين، دول يعني دول بقى يعني دول حاجه لا تطاق الصراحه. مقفورين في الرومانسيه. في بقى اللي هم الطبيعيين اللي هم العادي يعني. لو مثلا عندك اختيارين، فقير ورومانسي وغني بس ما عندوش مشاعر، تختاري انهي؟ ايه السؤال ده؟ ما هو ربنا مش هيديك كل حاجه. لا فقير ورومانسي. انت جيت لي عند الحته الخطر. ملعون ابو الفلوس بس الحنيه ما اقدرش استحملها ابدا. الفلوس هتيجي هتيجي بس المشاعر مش هتيجي يعني. غني الصراحه. صراحه بقى الكلام بقى هيطلع بقى. المشاعر اهم من الفلوس. مش ناقصين غول هياكلني مشاعر. لا هي الفلوس مهمه بس برضو بدأنا نغير راينا. بص لسه اصلا ما جربتش قبل كده يعني. لا ياخد الفقير يبقى كويس كده وجميل وعنده مشاعر معوش فلوس مش مشكله نقعد على الرصيف. حاضر. لا اختاري اللي هو الغني بس ما عندوش مشاعر. ربنا ان شاء الله يرزقك بواحد لا فقير ولا رومانسي ولا غني ولا غني. رومانسيه غير مطلوبه. طب هو بصوا يا جماعه، هو الراجل الرومانسي بجد عمله نادره بس برضو موجود. طب بس عدم وجوده او ليه هو بقى عمله نادره من اهم الاسباب احنا شايفين التكنولوجيا. يعني فكرة ان انت تقعدي طول النهار ماسكة تليفونك، يعني الراجل 24 ساعة قاعد ماسك تليفونه في البيت، قاعد على السوشيال ميديا بكل اشكالها، وهي الست قاعدة كده يا بيكلم صاحبه على الواتساب. يعني ده بيعمل جفاء في العلاقة. فتخيلي انت لما تبي قاعدة في وش جوزك وهو عمال بيكلم اصحابه، او اكيد هيبقى فيه فطور. مش عشان انت هتكلمي في موضوع بايخ هتقولي له أنا انت عارف انه بنت خالت مش عارفه انا بكلمه بنت خالت 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 خالتي جت امبارح وفركشوا الخطبه ومش عارفه واحنا مش رايحين. لا أنا بقولش على فكره كده. انا بفكر اعمل عزومه واعزم ستي وبنت خالي وبنت خالتي وصاحبتي انا بقولش كده يعني. ده بالعكس دي بقعد احضر واضحك وهرب. لا انا ما بقول انا ما قلتش هي دي الحوارات. بس لو الراجل قعد على التليفون يعني جزء منهم يبقى حاسس كده انه مراته هتحكي له حكايه. لا 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 هو اللي دخل البيت وناوي ما يسمعش. لا 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 والله العظيم لا عايز يسمع مشاكلها ولا مشاكل الولاد. واول ما تبتدي تتكلم تيجي بتلوكلوك كتير. ما انت طول النهار عمال ترغي مع اصحابك بره. شوف احنا عنا مثال يقول الراجل ولدك على شنو تربيه وراجلك على شنو تسأله. ابنك على ما تربيه جوزك على ما تعود. يعني هو لو اتعود انه يشوفك في البيت مهتمه بكل الامور وماسكه كل المسؤوليه دي يقول لك والحمد لله خليها بقى ماسكتها ومش لازم تقعد تشكيلي. مفيش راجل مهما كان عاطفي ورومانسي هيفضل عاطفي ورومانسي طول الوقت.
ولازم هو يتدلع هي تدلعه، لازم ده يحصل، بس برضو مش هيبقى طول الوقت. ليه؟ لان في اوقات لده وفي اوقات للمسؤوليات. يعني من الاخر كوني له رؤى يكون لك كمال في المشمش يا سي مشمش. انت رؤى دجا. فاصل ونرجع. نوليا نعم. انا عندي ليكي شغلانه فل يا شيخ. ايه بقى؟ هشغلك وكيل شركه الفضاء الخارجي للتجاره. نوليا ما لقيتيش غير نوليا او مدير شركه الملابس الغذائيه. هي شافتني انا اهل، انا اهل لكده. او مدير شركه الملابس الغذائيه. ملابس غذائيه كويس ده بينفعك. لا الاول ايه الفضاء ده؟ هعمل ايه في انت عايز تبعتيني خالص؟ لا يا رب ابعتك الفضاء. لا اللي انا قصدي بيه بالجمله دي ان كل فتره بتطلع موضه. يعني زمان في افلام اللي هي بتاع اسماعيل ياسين بتاع مجانين في نعيم. مجانين في نعيم اللي هو هشغلك في شركه الفضاء. ليه كان وقتها؟ لان كان بيتكلموا عن ان البني ادم في يوم من الايام هيطلع الفضاء، وطبعا بالنسبه لهم ده كان كان حلم، كان في اللالا لاند. لا ده مش حقيقي، استحاله يحصل وقتها. فكانوا بيعملوا على اللي هو الفنكوش. صح. فما يلا نتكلم على الفنكوش، هنعمل فيلم على الفنكوش. دلوقتي بقى الموضوع بقى مختلف شويه. هو لسه موجود فكره الفنكوش دي، بس بدل الفضاء بقى والاغذيه ومش عارفه ايه بتاع، بقى في حاجه اسمها لايف كوتش، حاجه بلوجر، فاشونيستا. بتحسي ان في حاجات كده بتطلع في فتره معينه في الزمن، تبقى سبوبه الناس تنحت لها نحتتين ثلاثه وتلم لها قرشين ثلاثه وبعد كده تختفي. دلوقتي احنا في بلد بجد المليون خبير. يعني ايه مليون خبير؟ يعني كل واحد كده فجاه ينصح صاحبه نصيحه ويعمل له حته فيديو، وصاحبه ده ينفذ نصيحته وتنجح هذه النصيحه، وفجاه يبقى خبير التنميه البشريه. كده بمحض الصدفه بتكون ناس ان نجحت النصيحه. مش الماجستير والدكتوراه بتاعك يا فلوس. فالموضوع بقى لا اوفر بجد، يعني خلاص بقى شيء. كل شويه حتى انا على الفيسبوك بلاقي حد من اصحابي يشتغل في الموضوع ده. يعني واحدة زي اللي قاعدة قدامنا كده. بأنهي مناسبة تيجي تقعد معنا في القعدة دي؟ يسلم. والله العظيم مثلا يعني ده انا بدي مثال. لا هو ما ينفعش يبقى اي حد كده يعدي يا جماعة القاهرة وناس يقولوا تعالى. يسلم. مش تاخدوا بالكم شوية وتدققوا. حضرتك لازم تاخدي بالك وتفتحي ارشيف وتشوفي مثلا الخبرات، الكاركتر، نسبة المشاهدة، الباك جراوند، في حاجات كتيره قوي. ففي فايل كامل. قولي لي كده خبرايه واحده. قولي لي خبرايه واحده. اختيار الشخص حسب المقومات يا ماما. كله جيب الصدفه والله. احنا بنقول تجيب على دوبل دوبل. يعني ايه قولي لي خبرايه من خبراتك اللي حضرتك قعدتي في الموضوع ده دلوقتي. ليه عايزين نتكلم في التنميه البشريه بتاعتك دي؟ موجوده عندك حاجه تقوليها. وزنقتها يا معلم، زنقتها والله. عموما زي ما في ناس مش فاهمه حاجه، معانا ناس فعلا عندهم خبره فظيعه في المجال ده اللي هو مجال التنميه البشريه. رحبوا معايا بضيفتنا الدكتوره وخبيره التنميه البشريه ايمي سالم. خلاص عملتيها خبيره التنميه البشريه كويس. انا فجاه لقيتني كده. هنجربك. الحقيقه مدام ايمي عندنا سؤال لحضرتك جاي لنا من فتاه تدعى هدى من تونس. اهلا وسهلا بتونس، بنرحب باهل تونس. اهلا وسهلا. بتقول انا مطلقه وعاوزه اتجوز تاني، تنصحيني بايه عشان ما اكررش اخطائي؟ اولا كل حاجه كنت بتعمليها في جوازتك الاولى ما تعملي عكسها تماما في جوازتك الثانيه. برافو يا فندم، برافو. لا انجاز بصراحه. ايه كمان ممكن هدى من تونس يعني تقدر تعمله تضيفيه؟ يعني هو طبعا ياريت تقلل من استخدام اللغه الفرنسيه. ايوه. ما تتكلمش فرنساوي كتير. ايوه. وتجرب جزء من النكد. ايوه بس. طب يا فندم، هي بتقول انها عامله دايت بقالها 500 سنه. 500 سنه انت كمان تفضل مكمله على الدايت ده، ولا حضرتك تنصحيها بايه؟ اظن احنا بدانا كلامنا العلمي البحث. أيوة. بان احنا كل حاجه كنا بنعملها نعمل عكسها تماما. ايوه. فبالتالي لازم حضرتك تربربي. أيوة. عشان تملي عينيه. ايوه. واوعي اوعي تكوني ما بتعرفيش تطبخي. ليه؟ يعني حضرتك عايزاني كده ابقى تخينه؟ مش معقول. ده ما بيحبش. ايوه ايوه ايوه. قول الو الو الو. ايوه سمعت اصلا. الو دخل في الموضوع. الو معلش وطي التلفزيون شويه يا مدام هدى عشان نسمعك.
بص انا بدي اسالك شيء، اصل انت بتقولي انه انا لازم اعمل العكس، فانت بدك ياني اليوم انا عم بحافظ على جسمي وعلى رشاقتي بدك ياني اكون تخينه. انا ما بينفع اكون تخينه، يعني كيف بدي اطلع سؤال شكلي؟ حضرتك واصل سؤال حضرتك واصل ازاي ارد على حضرتك دلوقتي اتفضل. حضرتك دلوقتي في الجوازه الاولى كنتي رفيعه وبتخافي على نفسك، يا ريت في الجوازه الثانيه نحط في حسباننا ان احنا لازم نربرب ويا ريت نكون نعرف نطبخ، لان لو ما بنعرفش نطبخ هتبقى في كارثه تانية حضرتك، ان هو هيروح للي بتعرف تطبخ. هو انا هتجوز الراجل ده عشان اطبخ له ولا عشان هو بيحبني ولا عشان ايه بالظبط؟ او انا جاي عشان اطبخ له؟ احنا فقدنا دلوقتي الاتصال ب معلش ارجعي كلمينا تاني، ارجعي كلمينا تاني. طيب انا برضو عايزه اسال حضرتك مدام ايمي سؤال مهم جدا. دكتوره لو سمحت. يا دكتوره ايمي، عن الطاقه وعلم الفانك شوي، وبيقولوا ان ترتيب العفش في البيت، ايوه ايوه حضرتك ده، يا ريت تدي اللي جنبك برضو حته كده. فالفانك شوي ده مهم جدا، يعني بيقول لك قال لو هدى مثلا قاعده هنا فالنحس يعني وحش، فلو هدى طلعت بره الاستوديو ممكن يبقى احسن. هل حضرتك تقترحي ايه؟ هو انا اكاد اجزم ان يبقى احسن ان ان البوتاجاز عندها في المطبخ جنب الحوض. والله اكاد اجزم. طب الحل يا فندم ايه بقى؟ الحل ان احنا نبعد البوتاجاز من جنب الحوض. ليه؟ اصل ما ينفعش يعني نار وميه. طب ينفع ينفع نار مع بنزين مثلا، او نغلي الميه ونقيد النار. اعزائي المشاهدين، وبكده تبقى فقرتنا خلصت، واحنا بنشكر استاذتنا ايمي سالم خبيره التنميه البشريه. الحقيقه يا فندم كلامك جميل ومؤثر، وعلى الله تكون اللي اسمها هدى في تونس دي اتعلمت منه حاجات كتير، لان واضح انهم مش عارفين نعمل ايه. والله يعني مش معقول مش عارفين نتكلم. هو في شروط عشان يبقى واحد خبير في التنمية البشرية؟ لو سمحتي أستاذة، أنتي أستاذة يعني على أساس أن أنتي أستاذة مثلا. أيوة. وعلى أساس أن هي خبيرة، فهمتي؟ أنا أستاذة وهي خبيرة. أقل ما يكون لو الواحد ما عندوش مثلا ما درسش وما عملش أكاديمي في التنمية البشرية، لازم حضرتها تبقى مثلا قارية كتب، لازم تعرف مثلا كتاب The Secret، لازم تعرف مثلا كتاب مثلا تبع ستيفن كوفي اللي فيه مثلا 7 وصايا إزاي أنتي تبقي خبيرة في التنمية البشرية، إزاي تتصرفي، إزاي يبقى عندك الثقة، عندك الطاقة، عندك الطاقة دي طاقة إيجابية. لا مش هتنامي، أصل الحاجات دي مهمة. هما لما قطعوني بصراحة أنا ما زعلتش منهم قوي، بس زعلت عليهم وحسيت إن هما مش عايزين يسمعوا النصايح اللي أنا بديها لهم، فبراحتهم يعني هما حرين. احنا اللي بدنا نقوله انه ان جنرال الاشخاص اللي عم بتنظر على اساس انه هي خبيره في العلاقات الاسريه وخبيره مش عارفه في ايش، هو هيدا الشيء ما بيزبط، لانه الخبير لازم يكون عنده شويه مؤهلات، لازم يقرا شويه كتب، لازم يعرف شو هم الستبس اللي يمرق بيهم. يعني انت بدك تعطي طاقه ايجابيه لازم يكون عندك انفتاح، عندك ثقه في الذات. طب في كتاب انت ممكن تقريه هدى مثلا يخلي رتمك اسرع شويه؟ لا انا بفضل اقرا كتب تانية ما لهاش علاقه بالتقدم. انا عايزه ريلاكس بقى عشان دي طاقه ايجابيه. بصي من الطاقات الايجابيه الموجوده في الكتاب اللي بحكي عنه ستيفن كوفي، انه بيقول لك مثلا من الوصايا اللي بيديها، لو الشخص اللي قدامك مثلا على طول بينتقدك، معلش خليك زي ما انت ماشيه في الطريق اللي هو وملكيش دعوه بيه خالص. ايه رايك؟ معاكي اي حاجه نعملها في حياتنا لغايه ما تخلص الراجل ده؟ خد 2 ولا 2 يلا. ايوه افرشي الورق كده، ازاي ازاي اسحب منك وتسحبيه؟ طبعا الكتاب ده مهم جدا اصلا. يلا تسحبيه وتسحبي منك. انتوا مش مهتمين بالموضوع. طب ماشي خلاص خلينا، لكن احنا وياكم مشاهدينا نشوف نطلع مع الخطيب وكان ايه راي الناس في الشارع. داير خرب بيت الاحمر. ما تفاجئنيش الاول، قول لي الاسئله. اسمك ايه؟ حسام. مش محرم فؤاد؟ حسام. مالكش اي صله بالفنان محرم فؤاد؟ حسام. انت جاي منين؟ انت عارفه اتروح ازاي؟ مش مروحه ايه، ماشيين كده. خلود تعرفي عن الفنج شوي؟ فنج شوي حلو جدا، الناس بتشكر فيه قوي. يمكن خدته من صين، يمكن شلته في الدرج ومعرفتش. الفنج شوي عارفه اكيد. ده ايه ده؟ لا بصراحه علم طاقه المكان. لا ما اعرفش طاقه المكان، سمعت بس ما اعرفوش. في حاجه كده اسمها كده؟ في فعلا حاجه زي كده، بس احنا ما نعرفش مثلا معناها ايه. فند شوي عارفه الفندام؟ عرفت شويه. بتستعين بيه في بيتك مثلا وكده؟ اكيد كله بيستعين. ما ذكرتش علم قبل كده بصراحه. ما ذكرتش علم. شو فكرت شويه بس ما اعرفش. وبتستعين وبتستعين. انا شايل الفنج شوي في الدرج. لا ده تحت الترابيزه على طول. يعني انت مش مؤمنه مثلا ممكن تكون طاقه الاوضه دي حلوه او وحشه؟
بسبب التكوين بتاعها؟ طاقه الاوضه حلوه او وحشه؟ فانج شوي ايه يا عم؟ ايوه فانج شوي. ده احنا عايزين جلبه للحنفيه. لو عندك هات لنا واحده. في حاجه ثانيه؟ لا حول الله يا رب. يعني مثلا لو حد دخل عندكم البيت دلوقتي وقال لك بقول لك انت عارفه سبب النحس اللي حصل في حياتك ده ايه؟ الترابيزه دي. هو النحس. ايه ده؟ لا طبعا. لا ممكن يقولها لي بس مش حته صح، ممكن يقول لي شكلها مش لايق هنا لكن ما يقوليش. والله لسه قايل ماما خليها ماما النهارده الكلام ده. قلت لها ايه؟ قلت لها عايز انا السرير الناحيه الثانيه، جايب لي النحس والفق. طب ما هو ده علم الفنج شوي. ده بجد؟ ده علم والنبي. يعني السرير كان في مكان اتنقل في مكان بقت بكح، وبصوا حاجه بنت لازم تعبت من ساعه ما السرير اتنقل. في حد قال لك كده؟ انت اللي قلت لي دلوقتي. انا شايف ان اللينسز هو اللي جايب النحس. الترابيزه مالها بيا؟ ايوه قولي لي وجهه نظرك. انا أيوة. اللي بكون حزينه وانا اللي بكون فرحانه. مش العفش. بعمل كل عيد تغيير في الشقه. بتحسي براحه ولا بتحسي باختلاف في الموضوع؟ لا بحس المختلف في الاول بعد كده ببدا اتاقلم مع الموضوع. لو حد جه قال لك مثلا ان السرير ده من حس لك حياتك هتصدقيه؟ ايه ده ليه؟ سرير ايه اللي هيعدل لي حياتي ولا مش هيعدل لي حياتي؟ لو حصل ما بينك وبين جوزك مشكله في يوم من الايام هيحصل، هل مثلا هتستعيني بخبيره او خبير مثلا علاقات زوجيه عشان تحلوا الموضوع ده؟ هتحليها انت؟ بص هفرك، هستعين باهلي. هم دول الخبره بقى ده يبهدلوه. ايوه احنا انا خايفه عليه من دلوقتي. لو قال لك مثلا بلاش اخواتك وهنستعين بخبيره او خبير علاقات اسريه؟ ما بحبش الكلام ده، ملوش لازمه. هم اخواتي هيخلصوا معاه. طب ولين دخل حد في حياتنا يعني؟ حياتي انا اهو. انتوا ناشين غسيل كل لسه كله بره. انا عارف تحسس بيه. لا هتطلع على طول. انا لسه هتكلم في مشاكلي. انا ناقصه صداع. يعني لدرجه ان احنا نروح لخبير؟ خلاص احنا مش متفاهمين للدرجه دي. لا استعين ليه؟ امال هتعملي ايه؟ اتخانقت مع جوزي هضربه على طول واتطلق. خلاص ما تتكلم. مش هستنى خبير. مفيش خبره. عشان نلخص الموضوع، الحقيقة أنه كل اللي تكلمنا عليه سواء التنمية البشرية أو العلاقات الأسرية وعلم الخط والأرقام والطاقة وكلها فعلا دي علوم موجودة في العالم سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، بس هي علوم وليها مراكز بتدرسها. ومش مهم طبعا أنه الواحد يبقى فعلا خبير في التنمية البشرية، إن إحنا كأشخاص نقدر إنه إحنا نحل مشاكلنا ونقيمها لازم تكون عندنا القدرات، لازم نبقى واعيين بالمشاكل الموجودة عندنا ويبقى عندنا كمان طاقة إيجابية. وبكده تبقى فقرتنا خلصت. فاصل ونرجع لكم تاني. حبايبي والله وبقى لي الجمهور. والله وبقى لي الجمهور. يا خطيب والله. يبقى انا كده هبتدي بيك يا هدى. ايمي بتقول عليكي ان انت ما عندكيش خبرات المذيعه، ده اللي خلاكي تقولي ان انا مش زعلانه منهم، انا زعلانه عليهم ان هم ما سمعوش المعلومه بتاعتي. انا مش زعلانه منهم، لا زعل منهم. انت بتضحكي على ايه؟ لا نوليا بصيت لك بس. ايه؟ لا حبيبي بصت ما بصت. نوليا انت زعلانه ليه من ايمي بجد؟ انا زعلانه زعل كبير. كل ده عشان قالت لك الفئه اللي انت جايه منها؟ ازعلك اكتر؟ يا نهار اسود. ايه؟ لا قول بقى. خدت وضع الزعل. باين عليك ان انت زعلانه. باين قوي؟ لا مش باين قوي بس انا هبينها قوي. بص كميه نوليا قد ايه؟ نوليا ما بتفهمش في التكنولوجيا. نوليا انا شايفه انك زودتيها. طب تقصدي ايه بقى؟ طب مش بقول لك الحقيقه؟ انت قلتي في المطبخ. قالت اخرك في البيت. لا تنفع في المنزل بالظبط كده. انت ايش هنقول لك؟ عندي ما نقول لك. الكلام ده متاكد مني يا واطي؟ سمعته بودانك ولا حد قاله لك؟ شوف بصي لاحظي انه انت كل كلمه انا بقولها انت بتوقفي على الدعسه. دعسه بقى. شوف انت وقفتي فين في الدعسه؟ ما انت بتقولي ان انا تخينه يا هدى. انا ما بقولتش ان انت تخينه. ايه انت ما قلت لك مرات كتير انه انت معبيه؟ مش انت بتحبي كده؟ دي انيه بقى من تخينه. دي انيه من تخينه. عبال ما نشوفك تعبيه وتخينه. اشوفكم بكل حب ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي. وصلنا دلوقتي لفقرة الضيف. ضيفنا النهاردة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا كلنا بنحبها وغاويينها بجد، بيعمل فيديوهات عن العربيات. معانا النهاردة ضيفنا اللي منورنا أحمد الوكيل. مساء الخير، انا احمد الوكيل ومبسوط جدا ان انا موجود النهارده في برنامج نفسنا. كنتش متخيل خالص ان اول حلقه ليا في التلفزيون اكون ضيف فيها تكون في برنامج نفسنا، برنامج بتفرج عليه بقالي فتره.
فانا مش عارف هعمل ايه مع ثلاث ستات النهارده هيقعدوا معايا، وبالذات كمان المحتوى بتاعي موجه اكتر للرجاله، بس انا لازم ما بين لهمش ان انا يعني قلقان، فهحاول ان انا ايه ابين لهم ان الموضوع عادي بالنسبه لي، بس يعني طبعا ربنا يستر مش عارف هيحصل ايه بقى. يا اهلا يا اهلا 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 عن قوي بقى. ازيكم؟ ازيك يا احمد؟ عاملين ايه يا جماعه؟ كله تمام. انا بحقد على فكره. ليه بقى؟ انا بعشق العربيات، وانا بصراحه ما شاء الله داخل على كل عربيه وعربيه ايه. ما انت خلي بالك الناس واخدها من بره، يعني كله بيشوف كده اللي هو ايه، اكني قاعد في بيتنا والشركه بتكلمني قالوا تعالى خد العربيه بتاعتنا اتفسح بيها شويه ورجعها. لا ده قصه متعبه جدا والله. طب اول فيديو عملته احمد كان على ايه؟ اول فيديو خالص زمان، اول كان فيديو. عن عربيه، كان فيديو عادي يعني ما كانش فيه موضوعه. كان ايه؟ كان تست درايف على عربيه معينه، ريفيو بحت، كان ايام الريفيوات الممله اللي هو بقى ايه نقعد بقى العربيه دي يا جماعه موتورها بيولد طاقه حصانيه مش عارف ايه وعزم الدوران عند مش هو كان الستايل ده اللي هو بيشوفه مثلا ايه 5000 واحد كده اخره بس. فلكن في بقى فيديوهات هي اللي خدت بقى الموضوع فايرل، ابتدت بقى الناس تحس ان الله ايه ده ظريف وبتاع. ما اعرفش بقى انتوا حد هم كام فيديوهات توتال اللي انت عاملهم؟ اعتقد مثلا هو مش كتير عشان انا شخصيا انا بروت قوي يعني، انا الصح ان انا المفروض كل اسبوع مثلا انزل فيديو ده كده الريت الطبيعي، بس انا ساعات ممكن اقعد 3 شهور ما انزلش. بس يعني توتال اعتقد انا مثلا ممكن يكون اتكلم في 80 90 فيديو مثلا. بس انا بحب انزل حاجه بمزاجي، يعني ما بحبش انزل فيديوهات وخلاص. وبعدين انا صح وده الصح، وانا بعمل كل حاجه لوحدي، يعني انا بصور لوحدي وبمنتج لوحدي وبكتب السكريبتس وبمانج السوشيال ميديا، يعني كل الحاجات دي بعملها لوحدي، فباخد وقتي قوي بقى مرحرح جدا. ايه العربيه اللي تليق عليا؟ يا نهار ابيض. لا ده انا ده احنا ده عايزه حلقه لوحدها. انتوا لا غير الحنطور ايه تاني؟ لا لا شيل العربيه فول. انا كان قلبي حاسس ان انا هتحط في المزنق ده. لا انتوا انا مبسوط بالتوليفه بتاعتكم دي، جميله جدا صراحه. يعني انا قعدت برضو ابص كده واتفرج، وبعدين انا عرفت ان احنا اتنين مصريين وعندنا ضيفه. وبعدين ما بقتش ضيفه قوي يعني. ما انا شفت يعني خدت الدور ويخف بس الاكتر حاجه صدمتني ايه بقى، ان انت عندك نوليا وامي وهدى كمال، يعني الضيفه اللي هي يعني تحسي اسم مصري قوي يعني اللي هو. فانا حتى شكيت هدى كمال كنت عندك على الاكونت على الانستجرام، قلت اكيد عامله منشن لحد غلط. هدى كمال بس طلع في اسامي هدى كمال. ان انا انت صح انت يعني هايبرد مهجن تونسيه لبنانيه صح كده؟ تونسيه عايشه في لبنان. بسم الله ما شاء الله. طبعا زرونا تجدوا ما يفعل. لا فانا يعني ما شاء الله عليكم بصراحه، انا مبسوط ان انا معاكم جدا. طب انت شفت شخصيه؟ ما احنا كل واحده تليق علينا يعني كل واحده نقلها عربيه. انا لو قلت عربيه غير اللي في دماغي تليق عليا خليه هو بقى حلقتك مش لطيفه. كل واحده من شخصيتها بقى. انت عايزه حاجه كونفرتبل كابريوليه اللي هو من غير سقف، يليق عليا حاجه كونفرتبل كده وتبقى ماشيه كده ونضاره امي بقى لا حاجه يعني كوبي ومسحوبه وشكلها عنيف. لا حلقته حابه اوصلها. ليه ليه بلاش؟ لا انا فوق بيبي فوق. ده بجد بتحبي او ممكن فور باي؟ انا والله اصل انا يعني من كتر ما بسوق عربيات فور باي فور الفتره دي فبحاول يعني عايز انساهم زهقت. لا انا بس انت بتحبي وخصوصا اللي بحرف البي. اوكي انجليزيه اوكي وانا نعم. انت ما اعرفش صراحه انت هنشوف بقى يعني مش باين لك نوع يا هدى. انت عايزه انت كولكتر يعني انت ما ينفعش تركبي عربيه بس انت محتاجه كذا عربيه. ايوه ايه عجله كل يوم اغير عربيه. انت خليكي يعني كل يوم اغير عربيه كل يوم تغير عربيه حسب انا راكب ايه بقى اليوم ده يعني فاهمه حسب المود بتاعي حسب العربيه اللي معايا. كذا عربيه لا لا يعني عايزه حاجه طبعا لكجوريوس جدا. انتوا كلكم بصراحه يعني انا اصلا خايف خلي بالكم ان انا اصلا خايف حاسس ان كل حاجه هرد عليها هتيجي على نفوخي. لا بس انت ما عجبتنيش في اختيارك العربيه. لا انا نسيت بس والله العظيم انت تمشي 4 باي 4 جدا برضه بس مش اي غير مش اي 4 باي 4. لا مش اي 4 باي 4 4 باي 4 عنيفه اللي هو كده امشي على رصيف الدنيا زحمه اطلع فوق رصيف ماشي اخد عمود ما ينفعش تسوي في لندن. ما انا لسه بطبع برضو خلي بالك انا لسه اول مره فانا عشان كده بقى. ايه رايك في سواقه الستات؟ شوف هي بتقول لك انا عنيفه وبطلع والله عايز اقول لك على حاجه. الموضوع في ستات بتسوق كويس جدا ايوه جدا حاجة. بس لا في ستات بتسوق فعلا كويس بس هم الفرق في حاجات كانت بتتعمل في الشارع تعرفي من غير ما
بصي اللي سايق جوه ده ست ولا راجل؟ او ست يا ست يا راجل كبير يا راجل كبير يا سلام. محروشهم من على ايه الحاجات بقى اللي بتعملهم الست بتحس ان هي فعلا الست دي بتسوق يعني مثلا هي ماشيه على الشمال انت جايه وراها تقلب لها نور ما بتوسعش وبتشوف ان هي خايفه انا مش هعدي انا مش هاجي يمين انا لو جيت يمين هتقلب اللي هو مفيش حاجه احنا ماشيين على 60 عادي جدا فهم بيبانوا في الحته دي او ممكن مثلا الركنه يعني ممكن ما تعرفش تركن الست كتير ربع ساعه ركنه دخله ربع ساعة. عشان كده دلوقتي العربيات بقوا بينزلوا اللي هو الاوتو بارك اللي هو اوتو بارك بيبقى بيسهل كتير طبعا نشوف فيديو كده على عربيه تمه ونرجع تاني سفرية ما يعلم بيها الا ربنا فين؟ في الرياض في موسم الرياض اوكي يعني الحقيقه هيئه الترفيه عزموني فجاه ما اعرفش يعني اتخضيت لقيتهم عازميني ان انا اجي احضر موسم الرياض في فعاليات معارض السيارات والحاجات دي بس حاجه حلوه تحفة. حلوه قوي تحفه بس رجعت بقى ناقم على الحياه يعني الموضوع كان صعب جدا العربيه بتطير بتطير والراجل صاحب التوكيل قال لي يعني عازمني هي العربيه دي هولنديه قال لي هعزمك تيجي هولندا تركبها يعني تطلع معاك البايلوت الطيار وتطلع يعني اللي يسوقها يبقى سواق عادي ولا طيار ولا ده بقى الفكره هي ليها رخصتين يعني ليها رخصه سواقه العاديه ولازم بقى ليها رخصه طيران وفي امتحانات معينه لازم تتعمل قصه طويله انا سايقها فجاه وقعت على راس حد وانا المفروض رايحه مشوار يعني دي عين بقى انت جاي ما ينفعش انا جايه لكم دي دي هتبقى عين بقى منيله بستيله يعني تبقى عين انا شايفه لو الدنيا بقت كلها كده مفيش مشكله مرور هتبقى موجوده هيبقى في مرور في الجو هو انت هيبقى القلق على الناس بقى ماشيه تحت كل شويه تلاقي حد وقع فلان وقعت عربيه على دماغه كان دي غاليه صح نص مليون يورو يعني كم كده يا ابو يعني لو نحسب بقى الدولار يورو كام لا كتير يعني اعتقد كام مثلا نص انا بس انا وحش قوي في الحسابات دي مش عايز اقول رقم يطلع غلط انا قلته في الفيديو والله بس كتير يعني كده كده مش البادجت اللي هنتكلم فيه سبعية مثلا سبعية خليك على العربيه القديمه المستعمله انت خليكي لا لا انت خليني على القديمه دي طب بكره افكرك بقى ما كنت اجيب اللي بتطير ده وقع على دماغك وانت لما تجيب اللي بتطير على الصيف وش طب ازمر لك وغيزك والله لا هي ما فيهاش كلاكس والله فيها لا فيها كل حاجه وكاسيت وتكييف وكل يعني اعيش بقى يعني خالص اوحش كومنت جالك على فيديو عملت فيديو كنت انا وابني كان عنده 5 سنين وقتها عملت له مفاجاه ركبته عربيه فيراري وكانش يعرف خالص وصورت بقى وفيديو ده خطير فيديو ده عمل مثلا حوالي جلوبالي عمل 15 مليون فيو مثلا لف العالم بقى وناس من امريكا شافوه بتاع وكل الكومنتس عليه رهيب يعني تحفه يعني ولد عنده 5 سنين فرحان يعني ففي واحد بقى دخل قعد يشتم فيا انا وهو كتير ليه معرفش بقى عشان يعني غالبا بقى نفسه يركب بقى ف ليه كده ايه ده انا عاده ما بردش على حد خالص يعني استحاله مهما حد دخل كتب حاجه لو حاجه بقى يعني نيجاتيف مش بناءه بقى امسحه ده دخلت له بقى رديت عليه وبعد كده عملت له يعني بلوج زيه زي غيره بس ده كان اوحش حاجه بس انا في العادي الريت بتاعي في موضوع الكومنتات الوحشه ده قليل قوي يعني الحمد لله يعني حتى انا نبص على الفيديو ماشي جميل جميل عمر الصغير ما شاء الله هو اكيد كان كتير خايف لا ده بقول مبسوط بص احنا كنا جوه مارينا فكان الدنيا مطبات مطبات اخرنا ما بنعديش مثلا ال 100 120 بس بعد كده في حته في الفيديو انا خدته طلعت بيه بره على الطريق هنا بقى خايف حتى باين وشه بقى اللي هو ايه كان خايف يعني شويه بس هو لا يعني كان مبسوط قوي انبسط قوي باليوم ده اكيد وبعدين سقف طموحه عالي بقى ضربت نفسي 100 جزمة ان انا عملت بقى الفيديو ده بيقول لي بقى انا عايز عربيه ماكلارين في الجامعه هو مش فاهم ان عربيتي اللي معايا دلوقتي دي عربيه الجامعه بتاعته يعني مش عارف اجيبها له ازاي طلعته السنه والله ركبته مره عربيه تانية سريعه قوي يعني بدون ذكر اسامي يعني قال لي بس مش سريعه قوي وعربيه صاروخ فقلت له تصدق يالا انا غلطان تعيل بس لا وشايف بابا بقى بيركب طيارات وبيركب عربيات كتير فقال لك ده هيجيب لي ايه بقى يعني ده خلاص لا هو ابتدى يفهم دلوقتي هو كان وقتها عنده 5 سنين دلوقتي عنده 7 الخيال شغال ابتدى يفهم ان الحاجات دي بابا بيركبها في الشغل بس هي مش ما تخصناش فابتدى ما يحبش عربيات اصلا بيهتم بحاجات تانية يعني ما بقاش بس العيال في السن ده بيحبوا السرعه وبيحبوا طبعا جدا جدا انا عرفت ان انت هتعمل برنامج على قناه كلنا بنحبها ده حقيقي ايه ده بقى ايه بقى ايه انا مش يعني قال له يعني هتبقى زمين معانا في القناه هبقى زمين قول على القاهره والناس على القاهره والناس ان شاء الله ده حصري بقى الخبر يلا ده يلا سكوب ايه البروجرام
بصي انا يعني انا عارف عنه ديتيلز بس احنا لسه في المرحله اللي احنا لسه بنظبط فيه وبنشتغل على البايلوت والحاجات دي يعني. بس هو مينلي هيبقى انترتيننج ومش عربيات بحت, هو حاجه ميكس. بنستخدم فيها عربيه بس بنعمل بقى حاجه شبه الجيم شوز والحاجات دي, هتبقى حاجه مفروض لطيفه وفيها جوائز ومش عارف ايه وانتراكشن مع الناس. فده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. وبرضه فوجئت برضه انتوا عارفين مش معقول احنا لازم نتفاجئ النهارده حاجه هنا. طب بمناسبه الجيمز بقى, أيوة. تعالى لي ليلي ليلي هنلعب معاك جيم ماشي. المفروض انها حاجات ليها دعوه باللي انت بتفهمه أوكي. يعني وذين المجال بتاعك اوكي. في سؤال واحد هيبقى فيه اختيارات اوكي, واثنين لا. سؤال واحد فيه اختيارات واثنين لا, اول واحد فيه اختيارات اثنين لا اوكي. نوليا طيب انا اول سؤال اللي هو فيه الاختيارات لو عندنا عربيه ماشيه بسرعه 100 كيلو متر في الساعه حلو ورايحه اسكندريه واسكندريه على بعد 220 كيلو متر ده حقيقي, هتوصل في قد ايه؟ ايوه هقول لك الاختيارات, انت ركزت معايا في السؤال الاول. ايوه طيب ما انا بحاول. ساعتين وعشرين دقيقه ايوه, ساعتين واتناشر دقائق. انا محتار ما بين ساعتين وعشرين وساعتين واتناشر بصراحه. بس ساعتين لا يعني ساعتين, لا ساعتين لا ساعتين هي غالبا لا ما هو الدقيقه لا اتناشر ساعتين واتناشر جود بوي صح كفيفة. مش الساعه 60 دقيقه صح والله كنت اقول ساعتين وعشرين دقيقه الحمد لله. السؤال الثاني اوكي هو صعب شويه ماشي. تسع عربيات كسروا اشاره, تسع عربيات كسروا اشاره ورا بعض يعني ماشيين ورا بعض, تسع عربيات كسروا اشاره واحده بس اخذت مخالفه والثمانيه الباقيين لا ليه؟ عشان اتصورت. انت خليكي مكانك. بصي هو المنطق بيقول ان واحده بس خدت مخالفه عشان هتبقى اول واحده عشان هي اللي خلت الباقيين يكسروا وراها فدي اللي لبست. بس دي اجابه دمها تقيل ممكن شويه بس اكيد اعتبرها اجابه غلط وفاضل لك واحده كمان. حلها الوحيد ان تكون اللي هي العربيات الكبيره اللي بتشيل عربيات جديده دي, عارف اللي هو مثلا لو راح الاجنس تودي عربيات فتبقى مثلا عربيه نقل كبيره قوي قوي وشايله بقى بس ما اعرفش في عربيات بتشيل 8 وشايله 8 عربيات شايله 8 عربيات مثلا. برافو عليك هو ده المظبوط. لا اكيد لا طبعا بجد الفي هو ده المظبوط صح هو ده المظبوط. ايوه ده ايه شايله العربيات ايه شايله العربيات مالك انت. شفتي انا زقه والله يجي مني بس انتوا بس اديني طب اللي اخد سؤالها على الحركه دي اخد سؤالها معلش انا واخرها كده تعصبني هو ده. انت هتسالني دلوقتي ماشي ماشي بسرعه 120 كيلومتر في الساعه قطار ايه والله ما اعرفش ليه انت لما بتيجي انت تساليني بس ليه لما بيجي بسالك بتتلبك مش بتلبك انا بركز بس قولي السؤال قطار كهربائي ماشي بسرعه 120 كيلومتر في الساعه أوكي. من القاهره لاسوان لو فرضنا انه ما فيش هواء البخار اللي طالع من القطار هيتجه للشمال ولا للجنوب؟ كهربائي يا ولد. لا 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 ما شاء الله لا ما شاء الله لا يتحسن ابننا يتحسن. انا عرفت ادوكي انت السؤال ده ليه عرفت بس انا ليه علشان انا ما بركزش مع اللي هي بتقوله انا فلما بقى شلتك خالص من اللي انا بسبك انا كنت سامع كنت راضي دلوقتي السؤال ده كنت بالنسبه لي راضي عشان اعرف اجاوب ما انا مش عارف على فكره ولا احنا بنركز في اللي هي بتقوله مش انت بس ما تركزش معايا بتشني خالص ينفع كده لا زعلت يعني بعد كل ده واحد زعلي كمان انا بفقس كده من اخر كلمه هي بتقولها بس انا ببقى في الاول تايهه ما ببقاش عارفه هي قصدها ايه. ما هي انت خدت بالك كذا لهجه في بعض كده حاضر قدام الضيوف ولا حاضر عشان نعمل لك شويه سسبنس سسبنس بس انا عارفه انك قوي ما بتاكلش بالكلام ده ولا الهوا ولا تهز يا رب هروح النهارده. احمد احنا انبسطنا قوي 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 بجد ربنا يخليكم والله العظيم ما كنا عايزين ننهي الحلقه ولا انا والله انا فاكر ان احنا لسه مكملين انا هقوم امشي خلاص كده مكملين يا مبروك عليكي البرنامج ربنا يخليكي يا رب ان شاء الله بحاجه جميله ودي فرصه بقى اشوفكم بعد كده بقى في الشغل ما بعدينا بقى زمايل بقى في الشغل اكلتلك بقى حبايبي والله مرسي جدا ليكم بجد الحقيقه وقت الحلقه خلص واحنا مش عايزين ننهي الفقره خالص مستنيينكم لسه نفسنا ما بتخلص لسه في بكره وبعده 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 وسلام عليكم.